أرغب في الزواج من فتاة، ولكن شقيقي قد رضع مع أختها، فهل يجوز لي ذلك؟ لا مانع أن تتزوج بأخت أخيك ما بأخت بأخت أخيك من الرضاع، نعم، ما دمت أنت لم ترضع من أمها فإنها لا تحرم عليك، ولو كانت أختا لأخيك من جهة الرضاعة. نعم، ما دام أنت لم ترضع من أمها وهي لم ترضع وهي من أيضا، أمك، نعم، فإنه لا يحرم عليك أن تتزوجها أو تتزوج أختها، إنما تحرم على أخيه فقط الذي رضع معها. إنما تحرم على أخيك بنات مرضعته، نعم كل بنات مرضعته تحرم عليه، أما أنت فلا علاقة لك بذلك. نعم. نعم.